السلام عليكم ورحمة الله. لو عندك نفس المشكلة اللي قدامك، سواء موصل رسيفر خارجي او جهاز بلاي ستيشن عن طريق وصلة الـ HD، ان شاء الله هنعرف مع بعض الحل. انا محمد علي، ما تنساش الاشتراك في القناة وما تنساش الاعجاب بالفيديو، ولو عندك اي سؤال اكتبه لي في التعليقات وان شاء الله هنجاوب عليه، وياريت تفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. احيانا البعض بيشتكي لما اجي افتح اي مفتاح للكهرباء، سواء كانت مروحة او مفتاح كهرباء او مفتاح نور، بلاحظ ان الصورة بتختفي زي ما كان بيحصل معانا، زي ما هيحصل كده الصورة بتختفي لمدة ثواني وبترجع تاني. طب ده هل الرسيفر نفسه بيفصل؟ لا، الرسيفر شغال لكن الصورة نفسها هي اللي بتفصل، وده نتيجة ان في ذبذبات بتطلع سواء من مفتاح المروحة او اي مفتاح كهرباء، في بعض الذبذبات بتطلع، وعلشان كابل او وصلة الـ HD حساسة جدا، فبيحصل نوع من التشويش على السيجنال او الاشارة اللي واصلة من الرسيفر للشاشة من خلال كابل الـ HD، وده اللي بيؤدي لاختفاء الصورة. طب ايه الحل؟ الحل معانا ان انا ابدل كابل الـ HD اللي شغال بحاجة كويسة، زي الكابل مثلا اللي معانا ده، مثال من الامثلة من كابلات الـ HD او وصلات الـ HD الكويسة. الكابل اللي معانا ده كابل نحاس مش حديد، علشان كده هتلاقي ان بتركيب الكابل المشكلة هتختفي معاك، سواء كنت موصل ريسيفر او موصل بلاي ستيشن او موصل الكمبيوتر او اللابتوب. مع الكابل ده هتلاحظ ان المشكلة هتختفي، بنقول ان الكابل ده بيبقى نحاس من جوه، مش شرط ماركة معينة، لكن اي كابل حاجة كويسة وحاجة نظيفة بيتباع فين؟ هتلاقيه في محلات قطع غيار الدش او الاجهزة الكهربائية، هتلاقيه على مواقع التسوق الالكتروني زي امازون وزي نون وزي جوميا. يعني احنا جربنا قبل كده وقصينا الكابل وشفنا الكابل من جوه، لقينا ان الكابل عبارة عن سلك نحاس من جوه مش حديد. لكن طبعا الوصلات الـ HD اللي بتيجي مع الرسيفر بعد ما نفكها نشوفها دلوقتي، بتبقى من الوصلات الشعبي طبعا علشان التكلفة، فبيبقى المستورد جايب اي وصلة HD بحيث ان هو طبعا مش هيزود التكلفة او مش هيركب حاجة نظيفة. بعد ما غيرنا وصلة الـ HD، دي الوصلة اللي جاية مع الرسيفر، طبعا زي ما احنا شايفين بنقول انها وصلة شعبي يعني سعرها رخيص، دي اللي بتيجي مع الرسيفر، لكن اللي ركبناها ده كابل HD نحاس حاجة كويسة، فان شاء الله هتلاقي ان المشكلة اختفت معاك. هنجرب كده ونبدأ نفتح ونقفل مع بعض اكتر من مرة، هتلاقي ان الصورة هتفضل ثابتة، الصورة مش هتختفي معانا، ده بعد تركيب الوصلة الجديدة. الوصلة القديمة معانا اهي، بنقول هي كانت سبب المشكلة، مع ان الوصلة دي قديلها تقريبا حوالي شهر، يعني لسه جديدة مش قديمة، لكن بنقول علشان وصلة من جوه حديد فبتتأثر بسرعة بأي ذبذبات بتطلع من مفتاح الكهرباء أو مفتاح المروحة. طيب هل المشكلة دي بتظهر مع الرسيفر الداخلي؟ المشكلة دي لا، ما بتظهرش مع الرسيفر الداخلي، لأن الرسيفر الداخلي بيلت إن، فطبعا مش هتظهر معايا المشكلة، ما فيش أي وصلات HD. أو لو شغال على أي تطبيق من التطبيقات اللي موجودة داخل الشاشة زي اليوتيوب أو نتفليكس أو شاهد أو أي منصة من المنصات، طبعا المشكلة مش هتظهر معايا، تظهر معايا فقط مع الأجهزة اللي متوصلة بالشاشة الخارجية. هنجرب تاني ونبدأ نفتح ونقفل أكتر من مرة، هتلاقي إن الشاشة مش هتفصل معانا، الصورة هتفضل مستمرة، لأن إحنا بدلنا كابل الـ HD أو ركبنا كابل كويس مش هيتأثر بالذبذبات، فهنا الصورة هتفضل ثابتة معايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.